طبعا منورنا كالعاده، وملفات كتيره اكيد اهمها ماتش النهارده وضربه البدايه. احنا اتكلمنا في ضربه البدايه افريقيا وقلنا يا رب تبقى ضربه بدايه موفقه مع الاتحاد المنستيري، وقد كان. النهارده بنتكلم عن ضربه البدايه مع الدوري اللي هي هتبقى بالمناسبه يعني كتير مترقبها اكتر بمراحل من ضربه البدايه الافريقيه. النهارده الجماهير كلها عايزه تشوف الاهلي هيعمل ايه، الناس كلها منتظره يعني بدايه موفقه من كولر، وفي نفس الوقت عايزه تشوف على الارض لعبه او فكره ازاي بيترجم. الاسماعيلي كضربه بدايه، هل انت بتشوفه؟ طبعا الاسماعيلي غير الاسماعيلي احنا نعرفه، انت عندك تقريبا 11 صفقه جديده، فانت بتلعب تقريبا فريق مختلف تماما. احنا كمان على الصعيد الثاني زي ما انا كنت بتكلم عندك سكواد مختلف، اسكواد اروع بكتير وافضل بكتير من الموسم اللي فات، الحمد لله رب العالمين، ربنا ما يعيده يعني، كان مش عايزين نفتكره برضو بالمناسبه. بس انت داخل مختلف والاسماعيلي داخل مختلف، بتقرا النهارده المشهد ازاي باذن الله هيكون؟ والله الاول بس بنبارك النادي الاهلي طبعا انه بدا المشوار الافريقي بمكسبين وبتخطي الدور الاول، لكن انا بتكلم انه اكيد إن النادي الاهلي كان من القوة الكبرى لعودة المصابين. انا شايف انه هي دي من اهم الصفقات اللي اتعملت السنة دي النادي الاهلي، انه المصابين يعني استعادوا تاني عافيتهم ورجعوا تاني باداء والإعارة والتصعيد والإعارة والتدعيمات البسيطة اللي دخلت، لكن ليها مردود ان شاء الله كبير. لا انا شايف ان مباراة الاسماعيلي طبعا مباراة كبيرة بيبقى ليها حسابات مختلفة تماما. الاهلي والاسماعيلي دايما مباراة كبيرة بتحظى بجماهيرية وبتحظى بمتابعة كبيرة. اتمنى النادي الاهلي اللاعبين، انا شايف ان مستر كولر الراجل يعني اعاد بشكل كبير شخصيه النادي الاهلي، بيلعب كره بهدوء شديد وباستحواذ عالي جدا، ما بيفقدش كره. يمكن في المباراتين مع الاتحاد المنستيري كان في المباراتين نسبه الاستحواذ عاليه جدا جدا، وده يدل على يعني ليه مدلول انه الراجل مش مستعجل، بيستحوذ بيستنى اللحظات اللي فيها يعني يظهر فيها ثغرات ويبدا يستغل ده عن طريق احمد عبد القادر او عن طريق محمد طاهر او عن طريق سافيو. برضو الراجل يعني بيقدم مردود كويس، ولكنه لسه بشكل كبير ما اديناش المردود اللي احنا محتاجينه او اللي احنا منتظرينه منه كاسم كبير او كخامه كويسه، لكن اللمسات في البدايه بتبان يعني بيظهر قوي انه لعيب عنده امكانيات، لسه محتاج انسجام اكتر واندماج وسط الفريق، فان شاء الله المردود ده يكون في اسرع وقت. يميز النادي الاهلي عن المواسم اللي فاتت في الموسم ده انه الدكه قويه جدا. يعني انا دلوقتي بقيت مش قلقان حد مش في موده او مش في يومه او صح. مش في حالته، عندك فريق وفريق بديل بالظبط، فانت بتقدر تستعين باي لاعب خارجي من على الدكه، بيفرق جامد جدا مع الفرقه وبينزل يعمل مردود كويس. النادي الاهلي لا هو دعم مش باعداد كبيره، ولكن دعم احتياجاته، وانا شايف انه جاهز على المستوى البدني بشكل كبير جدا. اللعيبه حاله الاستشفاء وحاله الانتعاشه اللي موجوده اللي ظهرت في المباراتين الاتحاد المنستيري طبعا يعني كانت في حاله انتعاشه كبيره، يعني اللعيبه واقفه على رجليها ذهنيا ونفسيا. حتى اللعيبه حمدي فتحي الراجل بيطلع في اثنين هيدرز بيسجل، قبلها بيطلع محمد عبد المنعم بيسجل، احمد عبد القادر بيعمل مراوغه واختراق من الجهه اليسرى وبيسجل بشكل جيد. يمكن الجانب الهجومي بس شويه اللي انا محتاج عليه اللعيبه سواء شريف او سواء شادي او سواء حسام حسن، يمكن حسام حسن ما شاركش بشكل كبير، يمكن شادي وشريف انا مش حابب ان هم يبقى عليهم لود او عليهم بريشر كتير، محتاج ان هم يبقوا اهدى، اعصابهم اهدى شويه، مش مستعجلين، مش حاسس انا يمكن ده مدير فني جديد، كل واحد حابب ان هو يظهر نفسه بشكل اكبر او يقدم اوراق اعتماده للمدير الفني بشكل اسرع، ولكن ده الاستعجال او بيبقى فيه حته الرعونه شويه في الانهاء الهجمات، ده طبعا بيفرق جدا ان انت كل بيجي لك فرص كتير جدا تسجل منها اهداف، ده بيدي لك اسبقيه او بيدي لك افضليه من بدايه المباراه.